الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا معكم أيها الإخوة المؤمنون بعد أن انتهينا من سورة الجن، وبدأنا الليلة الماضية بسورة المزمل، وأعود أيضا هذه الليلة من بداية سورة المزمل. سورة المزمل من بدايتها صحيفة 574، صحيفة 574. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، وصلوا على محمد وآل محمد. في الحقيقة الآيات الخمسة الأولية قرأناها البارحة وشرحناها، لذلك أحببت أن أعيد موضوع قيام الليل، نافلة الليل، لشدة الأهمية والعظمة الموجودة في صلاة الليل، وأرجو الانتباه، وصلوا على محمد وآل محمد. أول آية خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تخاطبه، ما تقول له يا أيها النبي ولا يا أيها الرسول، وإنما تخاطبه يا أيها المزمل. المزمل بالأصل كانت متزمل، لكن أدغمت فصارت من باب التخفيف، صار مزمل. مزمل شنو معنى المزمل؟ المزمل أكثر المفسرين قالوا المتزمل الذي يلتف نفسه بالثوب استعدادا للنوم والراحة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن نزل عليه الوحي وشعر بثقل عظيم وإرهاق شديد، لف نفسه بثوبه، تزمل بثوبه وأراد أن ينام، وإذا بجبرائيل يصك سمعه بقوله يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل، يعني الآن مو وقت الراحة، بعد أنت بعد ما عندك راحة، وخاصة بالليل عليك أن تقوم الليل كله. ولذلك بعض المفسرين قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية كان هو وبعض أصحابه يقومون الليل كله، كل الليل، مع أن القرآن يقول بعد ذلك، يقول قم الليل إلا قليلا، يعني لك حق أن تنام لكن قليل تنام، مو كل الليل ولا نصه،
قم الليل إلا قليلا، نصفه يعني نصف الليل قوم، نصفه أو انقص منه قليلا. مثلا إذا كان الليل على سبيل المثال 10 ساعات، نصف الليل 5 ساعات، الله تعالى يقول له 5 ساعات تقوم، 5 ساعات تنام، ثم بعد ذلك يقول أو انقص منه قليلا، يعني حتى من 5 ساعات الراحة أقل منه، أو زيد عليه ساعة زيدة حتى يصير 6 ساعات، ساعة قلل حتى يصير 4 ساعات. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، وش تسوي؟ ورتل القرآن ترتيلا. إخواني، بما أنها ليلة الجمعة، اسمحوا لي أن أكرر بعض كلمات الليلة الماضية بخصوص أهمية صلاة الليل. أهمية صلاة الليل، هاي آية واحدة بل آيات، هذه الآيات تؤكد على خاصة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول العلماء سنة وشيعة أن صلاة الليل كانت واجبة على رسول الله، واجبة، ما يجوز ليتركها، ومستحبة للأمة، ولكن استحباب مؤكد 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 إلى درجة مؤكد هذا الاستحباب، أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول ليس من شيعتنا، تسمعوني إخواني، ليس من شيعتنا، ليس من شيعتنا من لم يصلي صلاة الليل. شو القضية قد مهمة؟ ليس من شيعتنا، مو من الشيعة اللي ما يصلي صلاة الليل، القضية مهمة. بعض المفسرين قالوا صلاة الليل وجبت على رسول الله قبل الصلوات الخمسة، لأنه قبل الهجرة في بدايات النبوة، بدايات النبوة، وقبل ما تجب الصلوات الخمسة، صلاة الصبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، الله قبل ذلك فرض صلاة الليل. فكان مدة رسول الله وبعض أصحابه، رسول الله على سبيل الوجوب، بعض الأصحاب على سبيل الاستحباب، كانوا يصلون صلاة الليل بدلا عن الصلوات الخمسة. هذا رأي بعض المفسرين، إلى أن نزلت الآيات الأخرى بخصوص صلاة الليل وصلوات، مثلا سورة الإسراء، سورة الإسراء الله جمع بين صلاة الليل وصلوات الخمسة. أقرأ لك الآية، الله سبحانه وتعالى يقول بخصوص صلوات الخمسة، ولو يخليلها 3 أوقات مثل ما نعمل إحنا الشيعة، مو إحنا الشيعة نصلي 3 أوقات، القرآن في سورة الإسراء صلوات الخمسة يخليها في 3 أوقات. اسمع، يقول عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، بعد شنو؟ إلى غسق الليل، هاي 2، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. زين، هاي صلوات الخمس 3 أوقات. وأما صلوات الليل، الآية الوراها ومن الليل فتهجد به، به يعني بالقرآن، تهجد يعني اسهر بالليل، من الليل، مو كل الليل، من الليل، من يدل على البعض، بعض الليل، نص الليل، ثلثين الليل، ثلث الليل، اسهر انت يا رسول الله لا تنام، تهجد بيش به، بقراءة القرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود شنو هو؟ مقام الشفاعة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله مقام الشفاعة مقابل شنو؟ مقابل صلاة الليل، يعني لو ما كان عنده صلاة الليل مقام الشفاعة ما عنده. تسمعني؟ أقرأ لك الآية، ومن الليل فتهجد به، يعني بالقرآن، بتلاوة القرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني هاي فضيلة زيادة إليك، زيادة إليك، يعني بقية الأنبياء ما كان عندهم، هاي إليك خاصة،
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك يستحب لنا للمسلمين أن ندعو لنبينا بالمقام المحمود. اللهم آت نبيك محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يستحب ذلك على كل حال. ومن الآيات الأخرى هاي آيتين، آية سورة المزمل وآية سورة الإسراء. الآية الأخرى مولانا الكريم ما أذكر بها سورة، لكن آية أحفظ لكم إياها. الله تعالى يصف الذين يقومون آخر الليل منتصف الليل يقومون من فراشهم. شوف شلون آية حلوة، تقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع. جنوبهم يعني شنو؟ مو ضلعة على المضجع على الفراش، يبعد ضلعة عن الفراش، يقوم مع ما هو نعسان يغلبه النوم. النوم يقول نام الصبح أشلك، لكن من يذكر الآخرة وثواب الآخرة لا، تتجافى يعني تبتعد، يبعد جنبه ضلعة عن الفراش. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. بعدين يقول اسمع الثواب ماله، شوف ايش قد ثواب. يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هاي كم آية صارت؟ ثلاثة أربعة. ومن الآيات أيضا في سورة الذاريات الله تعالى يصف المتقين، يقول نعم كانوا المتقين بالليل كل ما يناموا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذن آيات كثيرة جاءت تشجع وتطلب على صلاة الليل. أما الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، حديث القدسي أقرأ لكم إياه. الله تعالى يقول اسمع حبيبي أنت يا زائر الحسين جاي ليلة الجمعة تزور الحسين، اسمع شوف الله شو يقول. الله يقول كذب من زعم أنه يحبني فإذا جن الليل نام عني. الله أكبر، شلون عينك أنت تحب الله وعينك تغمض ما تناجي ربك؟ فإذا جن الليل نام عني، فإذا جن الليل نام عني، أفلا يحب كل حبيب أن يخلو بحبيبه؟ ها الخلوة ويا الحبيب ايش وقت؟ من الحبيب مالك غير الله؟ يا حبيب من تحبب، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، يا غياث المستغيثين، تحب تخلو بالله تناجيه؟ ها شو وقت؟ وقت السحر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لا يكون عينك تنام تفوت من عندك مليارات مو ملايين، مليارات من الثواب العظيم والأجر العظيم إذا نمت وقت السحر وما قعدت لصلاة الفجر صلاة الليل. نعم، إلى درجة أن رجلا إجا إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال يا أمير المؤمنين أنا البارحة فاتتني صلاة الليل، كل ليلة أصلي البارحة ما صليت. تدري الإمام إيش قال له؟ قال له أنت رجل قيدتك ذنوبك، يعني ذنبك خلاك الله طردك من مقامه. أنت مطرود البارحة من مقام الله، الله ما راد يسمع صوتك. يعني اللي ينحرم من صلاة الليل معناه ضربة إلهية جته.
فيا إخواني أنتم اللي جئتوا إلى زيارة الحسين، هذا الثواب العظيم، لا تخلوا تجيكم هالحسرة هذه يغلب عليكم النوم. ولذلك الله يقول إن لك في النهار سبحا طويلا. هسه خلينا نقرأ الآيات الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليلة، يعني كل الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يعني زيادة فوق النصف، ورتل القرآن ترتيلا. هسه نجي على القرآن. القرآن احنا إذا جلسنا منتصف الليل وقت السحر، سواء أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، صلاة الليل تعرفوها 11 ركعة، تخلص ال 11 ركعة بعدين افتح القرآن، اقرأ القرآن بالترتيل. شنو الترتيل؟ رواية من أمير المؤمنين عليه السلام يقول الترتيل: لا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل، وإنما اقرع به القلوب القاسية، ولا يكن همك نهاية السورة، يعني لا تستعجل. في آية أخرى حديث آخر الإمام الصادق يقول، قالوا له يا أبا عبد الله اللي ورتله ترتيلا، يعني شنو؟ قال ترتيل أنه لما تقرأ القرآن تقرأ بدقة وبإمعان وبتفهم، حسن صوتك، اقرأ القرآن بصوت حزين، وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة اسأل الله الجنة، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار تعوذ بالله من النار. هذا معنى الترتيل. بعدين آخر سورة المزمل، آخر آية من هاي السورة اللي احنا بيها، مرتين يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما تيسر، تيسر يعني شنو؟ انتو عرب، تيسر يعني شنو؟ بقد اللي متيسر لك 100 آية اقرأ 100، 50 50، 200 200، ايش قد اللي تقرأ بيسر بس آخر الليل. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأ القرآن بإمعان، هذه أمر بالقراءة، وأمر هنا الآن قرأنا بالترتيل وفهمت معنى الترتيل. أمر آخر بالتلاوة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه. قالوا شنو التلاوة؟ قال التلاوة معناه قراءة معها العمل، خاصة حق التلاوة. قالوا يا رسول الله يتلونه حق التلاوة يعني شنو؟ شنو حق التلاوة؟ قال أولا أن يعمل بأحكامه ويعرف حلاله ويعرف حرامه ويأخذ أمثاله، العبر والأمثال كلها اعمل عليها، افهمها حتى يكون ينطبق عليه. الآية الكريمة: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم يا أخي، ورتل القرآن ترتيلا. هالليلة بعض كلمات البارحة أريد أعيدها، لأن عندنا زوار البارحة ما كانوا صلوا على محمد وآل محمد. إخواني يا زوار الحسين، ترى القرآن مظلوم والظالم إحنا ظلمنا القرآن. القرآن هو شي يقول؟ يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. مهجور يعني شنو؟ يعني عايفين القرآن، يروح على التلفزيون، على المجلة، على الجريدة، على كلمات اللي ما بيها فائدة لا للدنيا لا للآخرة. الآن أسألكم، هل مئات القاعدين هناك، هل زوار الحسين عليه السلام بال24 ساعة كم ساعة منكم تصرفون على القرآن؟ لا تجاوبني إلي، جاوب ضميرك، إيش قد
ساعة واحدة بال 24 ساعة، ساعة تقرون القرآن، ها نص ساعة ربع ساعة. إذا القرآن مو مهجور، مو مظلوم، مو احنا ظالمين القرآن. زين، إذا احنا ظالمين القرآن شنو النتيجة؟ علينا عقوبة أو لا؟ أقرأ آية بعد أنا أقرأ آية بعد أنت أعرف العقوبة. الله سبحانه وتعالى يقول ويضل الله الظالمين. عرفتوا الآن عقوبة الظالم اللي يظلم القرآن؟ الله شو يسوي؟ الله يضله. ومن يضلل الله فلا هادي له. إخواني من هالليلة استغفروا الله، اسألوا الله العفو، اسألوا الله بحق الحسين اللي اجيتم إلى زيارته أن يوفقكم لأن تؤدوا حق القرآن، ولا تظلموا القرآن، ولا تهجروا القرآن. القرآن شو أقول لك؟ كلام الله، كلام الله مو كلام البشر. القرآن هو النور، هو الهداية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. واحنا عايفين وناسينا، من خاف من الله أن يضربنا ضربة عقوبة؟ لعليش الله نزل القرآن، هذا القرآن اللي الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. احنا ناسين، مخلينا على الرف. وإذا هم فد وقت يقرون بالفاتحة، أصلا بالفاتحة أحد يستمع للقرآن؟ ها مصيبة هذه. خل نقرأ، يقول ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن كلام الله، قول الله، قول الله قول ثقيل، ثقيل على قلب رسول الله، على قلب المؤمنين، ثقيل ضد الكفار والمنافقين. المنافق يستدخل القرآن لأنه ما يريده، ما يريده. القرآن لما يفتح التلفزيون إذا موسيقى إي، إذا غنى إي، لكن إذا قرآن لا يستثقله. المؤمن هم يستثقله، يقول هذا بي أمر بالمعروف، أقم الصلاة، هذا شبه ثقيلة. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان رسول الله الله يقول له اتبع ما يوحى إليك، اتبع ما يوحى. تفهم، تفهم معنى الآية؟ تعرف شو يقول الله؟ اتبع ما يوحى، ما يوحى إليك، ولا تتبع أهواءهم. ما يخصك رغبات الناس، أهواء الناس ما يخصك، لا ترضي الناس، رضي ربك. ولذلك رسول الله كان يقول قل إني أخاف، إني رسول الله شابع الأولين والآخرين، يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله راح يعذبني إذا أنا، رسول الله يقول إذا زين أنا وأنت إذا عصينا الله، الله شو يسوي بنا؟ أنا وأنت إذا عصينا الله، الله شو يسوي بنا؟ ما دام نبينا يقول، نبينا يقول قل إني أخاف، الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. أنت يا رسول الله، نعوذ بالله، إذا فد وقت تشرك بالله عملك كل تعبك كله يروح. هذا الكتاب ثقيل، معنويا ثقيل. وأنا أقول لك، تعرف آية الكريمة تقول عن تقل الله، الآية حافظيها ها؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، بعد شنو؟ لرأيته خاشعا متصدعا من شنو؟ من خشية الله. احنا ما نعرف قدر القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال،
سيرت به الجبال. أهل القرآن يستطيعون أن يسيرون الجبال بهذا القرآن. إحنا إذا نفهمه ونعمل عليه ها، يعني هذا القرآن الله مخلي بيه قوة، مخلي بيه طاقة، مشحون من الطاقات، نقدر نسير به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ويا الموتى تقدر تتكلم بواسطة القرآن. بس إحنا ماذا نتعمق بالقرآن؟ مثلا أفلا يتدبرون، يتدبرون. إحنا إذا نتدبر بالقرآن تقدر تمشي الجبال، تقدر تكلم الموتى، تقدر تقطع الأرض. تقطع الأرض يعني شنو؟ يعني منا إلى مكة ها، إذا بالمشي شهرين، بالقرآن ساعتين قطعت به الأرض. بالقرآن تقرأ القرآن بعد ساعة توصل إلى مكة. بس إحنا تاركين القرآن، محرومين من بركات القرآن، من فوائد القرآن، من قوة القرآن، من عظمة القرآن، من نور القرآن، من هداية القرآن. إيه نعم زين. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل، اسمع، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يعني بالليل، طبعا آخر الليل مو هسه، هسه الليل، لكن كلام الآية القرآنية اللي الآن تقراها إلى أثر. أما إذا قريتها آخر الليل وقت السحر، ذاك الوقت ناشئة الليل، ناشئة الليل يعني وقت السحر، أشد وطئا، يعني الآية تهزك هز، تهز قلبك، خاصة إذا صليت كم ركعة وأنت على وضوء مستقبل القبلة خاشع خاضع، اقرأ القرآن. أشد وطئا وأقوى مقيلا، قيلا يعني قول الله سبحانه وتعالى يكون أقوى وأقوم. زين، اقرأوا القرآن، وزعنا القرآن حتى تقرؤوا. بعدين يقول إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني لعله فد واحد يقول أنا بالليل نعسان أردنا، يقول بالنهارنا، بالنهار عندك وقت، عوض عوض عن نومك بالليل بالنهار، وبالنهار عندك أشغال أخرى، روح على معيشتك، روح على كسبك، روح على وظيفتك، روح على دراستك، روح على أهلك. سبحا طويلا، تقدر تسبح مثل ما السباح يسبح بالنهار بالماء. نعم، إن لك في النهار سبحا طويلا. بعدين بالليل، بالليل كم شغلة؟ أولا قيام الليل، هاي احسب، احسب بصبعك أو عند عدد. أول واجب من واجبات، أول أمر قم الليل. كلمة قم شنو هو؟ أمر، والأمر يدل على الوجوب. زين، بعدين يقول ورتل القرآن، هذا الأمر الثاني. احسب كم أمر صار؟ اثنين. الأمر الثالث واذكر اسم ربك. اذكر اسم ربك يعني شنو؟ الله كم اسم عنده؟ 99 اسم عنده، أسماء الله يذكرها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوا الله، يا الله، يا خالق، يا رازق، يا أرحم الراحمين، يا هذني، أذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وفي بعض التفاسير يقول واذكر اسم ربك، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لما تقرأ القرآن أول ما تبدي القرآن اقرأ بيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جبرائيل لما نزل أول نزل على رسول الله ايش قال له؟ ايش قال له؟ قال له اقرأ بعد شنو؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني شنو؟ يعني من تقرأ القرآن، يعني أي عمل، إذا تريد تأكل قل بسم الله، تريد تنام بسم الله، تريد تشتغل بسم الله، تركب سيارة بسم الله، أي عمل اللي عندك بسم الله.
واذكر اسم ربك. زين، بعد شنو عندكم؟ وزعنا قرآن حتى تقولوا لي. بعد شنو عندكم؟ وتبتل إليه تبتيلا. الله، تدري هاي آية شنو معناها؟ ها، حتى أوضح لك زين. حيل صلوا على محمد وآل محمد. الله أكبر. تبتل، تبتل يعني انقطع فكرك وذكرك وعلاقتك عما سوى الله كله. احصر نفسك، فكرك، ذكرك، عقلك، شعورك كله لمن؟ الله. الله، انسى الماديات والشيطان والشهوات والبطن وكل انسى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. من هو الله؟ رب العالمين، لا شريك له. يعني مرتي لا، أولادي لا، حكومة لا، شرطة لا، حزب لا، وزير لا، الله وبس. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من عظمة الحسين. احنا ليش الحد فدوى لاسم الحسين؟ فدوى لاسمه، فدوى لتراب الحسين. ليش هالقد نحبه؟ ليش الله زرع حبه في قلوبكم كلية الجمعه جايين؟ ليش؟ لان الحسين قال: تركت الخلق طرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك. هذا معنى تبتل اليه. الحسين تبتل الى الله تبتيلا. أكو مقطع في مناجاة أمير المؤمنين، مناجاة الشعبانية، ولو هاي المناجاة الشعبانية يقروها، بس هالليلة إذا عندك مفاتيح الجنان ها طلع المناجاة الشعبانية واقرأها. أكو مقطع أقرأ لك إياها تسمعها. أمير المؤمنين يقول: إلهي، إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. تعرف معنى هاي الكلمة؟ إلهي هب لي كمال الانقطاع لمن؟ إليك. وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخلق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. نعم، دعاكم بعد شم بعد شوية تقرون دعاكم ها؟ تقول: يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واشتد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجدة في شنو؟ في اللعب بالفلوس ها؟ وهب لي الجدة في خشيتك، والدوام في الاتصال في شنو؟ وهب لي الاتصال في خدمتك، حتى شنو؟ حتى أسرح المن؟ أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك. مو إلى الفلوس، مو إلى الشهوة، مو إلى الوظيفة. أسرع إليك في المبادرين، وأشتاق لمن؟ إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة هذا القضية. حبيبي ليت الجمعة أنت أعرف وين قاعد ويا من تحكي. وتبتل إليه تبتيلا. يا زوار الحسين، قوى علاقتكم بالله. أنت إذا قويت علاقتك بالله، الله هم يقوي علاقته بيك، الله هم يستجيب كل دعائك. ليش الله ما يستجيب لنا؟ لان احنا ما نستجيب له، وحده بوحده. احنا ما نسمع كلامه، هو ما يسمع كلامه، مجبور يعني. نعم، في الحديث القدسي يقول: عبدي اطعني اطعك. بس احنا نطيع الله؟ هذا الكلام. احنا اذا اطعنا الله في كل امورنا، صدق الله هم راح يطيعنا. يطيعنا يعني شنو؟ يعني يستجيب كل دعائنا. ليش الله ما يستجيب دعائنا؟
لأن إحنا ما نستجيب له. هذا الكلام زين. يقول عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ربك من هو؟ يقول ربك رب المشرق والمغرب، يعني رب العالمين، الذي هو رب المشرق والمغرب يعني رب العالم كله، رب الكائنات، المشرق والمغرب كله بيده ملكه. زين، رب المشرق والمغرب بعد شنو عندك؟ فاتخذه يعني شنو فاتخذه وكيلا؟ يعني أمورك، أمورك المهمة توكل على من؟ على فلوسك، على عشيرتك، ها؟ توكل على الله فاتخذه وكيلا، يعني كل أمورك إلى الله. إذا أي مهمة عندك، إذا تريد دنيا وآخرة خليها يم الله، فاتخذه وكيلا. زين، لعلك تسألني زين، إذا اتخذنا الله وكيل شو راح يصير؟ جوابك بالقرآن، أقرأ لك القرآن: ومن يتوكل على الله بعد فهو حسبه. حسبه يعني شنو؟ حسبه يعني شنو؟ يعني كافي بعد، بعد لا تحتاج محامي، لا تحتاج محكمة، لا تحتاج شرطة، لا تحتاج عشيرة، لا تحتاج فلوس، توكل على الله في كل أمورك. إذا عندك مريض لا سمح الله، توكل على الله، روح للطبيب. بس اللي يشفي مريضك مو طبيب، اللي يشفي من هو؟ وإذا مرضت فهو يشفين، فاتخذه وكيلا. زين إخواني، قبل ما أنزل أمشي بيت أقرأ تعزية، صاحت: أخي أبا عبد الله، إن كنت ميت فأمرنا وأمرك إلى الله، وإن كنت حيا فهؤلاء القوم قد قربوا منا. خويا خويا، الخارجت وتعدت الحاد، الخارجت وتعدت الحاد، وخيامنا ما بهن حاد، حارب لغاتك يا العبيد، للعباس قل للساع يقعد، تجي لابو فاضل وسنده، ورتب جفوفه فوق زنده، او قل له ترى زينب بشده. الحسين سمع نداء اخته زينب، اراد ان يقوم، لم يتمكن لكثره النزيف، دماء، جراحات، جراحة قلبه، جراحة صدره، جراحة نحره، كلها جراحة جراحة. اتكى على قائم سيفه، صاح: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. صاح شمر: ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال: أقول أنا الذي أقاتلكم وأنتم تقاتلونني، والنساء ليس عليهن جناح، لتهجمن على عيالي. فصاح شمر لعنه الله: اقصدوه بنفسه، لعمري لهو كف كريم. فتراجعت العساكر على مولانا الحسين، افترقوا أربع فرق: فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، وفرقة بالنبال، وفرقة بالخشب والحجارة. آه، دار العسكر على حسين يا حب، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دور أعلى الليث المخيب. أين المنادي وحسيناه وسيداه وشهيداه؟ نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله أمن يجيب
مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله إلهنا، بحق الحسين العزيز، بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه، إلهنا فك رقابنا من النار، اجعلنا من أهل الجنة. إلهنا وفقنا لصلاة الليل، وفقنا للتهجد بالليل. إلهنا أذقنا حلاوة مناجاتك يا الله، وفقنا لتلاوة القرآن، وفقنا لترتيل القرآن، وفقنا للتدبر في القرآن. إلهنا اشف بالحسين مرضانا، وداو جرحانا، اقض حوائجنا، فرج همومنا. قوموا إخواني وأخواتي، قوموا ارفعوا أصواتكم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. وإلى أرواح المؤمنين، الفاتحة مع الصلوات.